في بعض الزملاء احتجوا على تعيين شخص من خارج الهيئة، يعني كيف تنظر لهذا الاحتجاج؟ شوف، ممكن احنا نخش في محاكاه، يعني انا اقول لك ما هو قبال كده الهيئه دي جابوا لها زول منظمه الدعوه الاسلاميه، قبال كده جابوا لها زول من الدفاع الشعبي، قبال كده جابوا لها زول سفير. دي ما القضيه بانك انت تحتج، من حقك انك تحتج، لكن اذا كان في مناقشه الاحتجاج ان نتناقش انه الاحتجاج ده هو سببه شنو، يعني انت بتحتج ليه. الفكره بتاعت انك انت داير تعمل مؤسسه، هذه المؤسسه حكر لمجموعه معينه هم موجودين في مكان حيز جغرافي معين، او بيجمع بيناتهم رابط معين، او هم اصحاب او كده او كده. ده يا استاذ حذيفه بالبداهه بتنافى حتى مع فكره الاعلام اللي هي قايمه على الابداع. يعني ما في زول بيجي بيقول لك انا والله العمل ده محتكر لخريجين الاعلام. في حاجات في الدنيا ما مربوطه بانك انت قريش شنو او انت قاعد وين، انت بتقدر تادي في الحاجه اللي بتقدر تاديها. عشان كده انا بقول لك انا اعتراضي مع الفكره بتاعتهم مش انه هم معترضين، هذا حقهم انهم يعترضوا، حتى لو كان في النظام البايد ما بيعترضوا، الان من حقهم ان يعترضوا. لكن انا ملاحظتي المزعجه انه الاعتراض قائم على اساس ممكن نقول زي المحصات الجهويه والقبليه، ما دايرين زول من برا الحوش. طيب مين قال انه الناس اللي جوا الحوش ديل هم الوحيدين اللي يحق لهم انه يتولوا المنصب ده؟ مين بيحق لهم؟ لكن لو كان بيتكلموا عن الافكار انه والله هذا الشخص الجاي للمنصب المعين ده هو ما عنده فكره، ما عنده رؤى، ما عنده افكار، هو اي شيء من هذا القبيل، انا بقول لك الكلام ده بيكون نوعا ما وقابل للنقاش. ولكن لو من البدايه انت تحول القضيه كانما هي قضيه هي شخصيه وذاتيه اكثر من هي قضيه موضوعيه، هنا بتظهر لك المشكله في رايي، بانه انت بتخلي الموضوع كانه الخلاف. طيب كده نفترض انه جابوا زول من الحوش، والزول ده هو ما عنده اي قدرات ولا عنده اي كفاءات، هل ده معناته الزول ده مبرر لانه يستمر؟ المنطق بيكون مقلوب انا في رايي. بالتالي العمليه السياق النقدي للمساله دي انا في رايي محتاجه ان يعني انك انت تاخذ لها اطر، انك انت بتنقد شنو؟ انت حتنقد شخصي ولا حتنقد مكاني اللي انا جاي منه وحتنقد افكاري؟ نعم. الطبيعي انك تنقد افكاري، ليس انه انا هل جوا الحوش ولا برا الحوش، ولا انا عمري صغير، ولا انا كده ولا كده. بالتالي بخلي النقد موجه للافكار وليس الاشخاص. طيب. وبخلي المساله موضوعيه.